هذا المنزل الأرضي وسط الطبيعة في سويسرا يبدو مثل كهف أقزام، لكن خلف مظهره تكمن واحدة من أكثر طرق البناء الصديقة للبيئة. ابتكر المهندس المعماري السويسري بيتر فيتش البيوت الأرضية قبل أكثر من 40 عاماً. إنه ببساطة حل ممتاز لحماية البيئة والتكامل مع الطبيعة. المساحة التي يأخذها البناء من الطبيعة يعيدها إليها من خلال السقف المغطى بالتراب والمزروع. المنزل الأرضي يندمج ويتكامل مع محيطه. هنا مثلاً غطاء ترابي بسمك 50 سنتيمتراً تقريباً، وفي المنطقة المحدبة يصل السمك إلى متر. الغطاء الترابي يعطي اختراراً كبيراً ويقلل المساحة اللازمة للبناء ويعيد للطبيعة مساحات خضراء. تحتاج المنازل الأرضية إلى طاقة قليلة، وهي تعزز التنوع الحيوي، وإنشاؤها لا يكلف أكثر من المنازل التقليدية. عند البناء يتم أولاً وضع شبكة من قضبان الفولاذ، ثم يتم صبها بالخرسانة. بعدها توضع على الخرسانة طبقة من الراتيج الصناعي أو الطين. نقوم بجولة استكشافية في هذا المنزل الأرضي. أصحاب البيت في انتظارنا. أنا سعيد بكم. جدران مقوسة، أسقف عالية مستديرة، ورسومات غنية بالخيال. غرف السكن داخل المنزل الأرضي مرتبطة مع بعضها بشكل متناغم. يعيش هيربرت أومبريخت في منزله الأرضي منذ 31 عاماً. عندما تكون في الداخل لا تلاحظ أنك في باطن الأرض. لديك نوافذ كبيرة وترى الخضرة حولك في كل مكان. أنا أشعر بالراحة هنا لأن درجات الحرارة ثابتة دائماً. هذه المغارات الترابية في تونس أو المساكن الكهفية في كابادوكيا التركية كانت النموذج الذي قلده بيتر فيتش في عام 1974 عندما بنى أول بيت أرضي له. اليوم هناك حوالي 100 بيت أرضي في سويسرا والنمسا وألمانيا وعلى شبه جزيرة القرم. كما صمم أيضاً منشأة ترفيهية على نمط البيت الأرضي في مدينة ديتيكون صغيرة قرب زيورخ. ينظر بيتر فيتش بشك إلى توجه نحو استخدام المزيد من التقنيات العالية في الهندسة المعمارية. إنها عودة إلى الطبيعة وإلى البساطة، بدلاً من زيادة المتطلبات أكثر فأكثر. الإنسان ولد من رحم الأم، وهذا كله عضوي، وفجأة يتذكر هذا الأمر ويسأل لماذا نبني بأشكال مربعة؟ بيتر فيتش متقاعد منذ وقت طويل، ولكن حتى في سن 79 يستمر في تجريب مشاريع جديدة. حالياً يعمل على منزل أرضي بيئي كبير. في طريقة البناء هذه أستخدم مواد أقل بكثير. لا يجب علي أيضاً أن أكون دقيقاً جداً أثناء البناء والعمل هنا، إذ يعتمد أكثر على الحدس. يتم بناء المنزل كما يفعل طفل صغير في صندوق الرمل. يمكن تركيبه وجعل التقوس أعلى. هذا عمل إبداعي. لو كان ممكناً التخطيط باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، سيكون ذلك رائعاً. سيكون بوسع حينها التخطيط في سويسرا ثم إرسال المخططات إلى الصين. لا تزال المنازل الأرضية حتى اليوم متقدمة على عصرها، لكن عدداً متزايداً من الناس بات يهتم بأفكار بديلة للسكن. تلقيت في الفترة الأخيرة طلبات كثيرة، وهذا أمر تشعر به من البيئة. الناس يولون اهتماماً أكبر للبيئة، وفجأة يفهمون الفكرة بأن بناء صندوق في المنطقة ليس صديقاً للبيئة. كيف سيتغير فهمنا للهندسة المعمارية؟ وكيف يمكننا أن نكون أكثر استدامة في المستقبل؟ ربما وجد بيتر فيتش الجواب عن هذه الأسئلة.